قرية الشغب بمركز إسنا جنوب الأقصر. هذه القرية التي تجاهلها كل المسؤولين حتى أصبحت مصدرا للتلوث وانتشار الأوبئة بين أبنائها. بالرغم من امتلاك مركز إسنا لأكبر عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية وامتلاكه ترسانة من الإعلاميين العظماء ونواب شعب من أقوى نواب هذه الدائرة. من المية اهو، بصي بصي الجزازة اهو، بصي والله العظيم لما وقع في المية جعل الجزازة ده الجرح ده من المية. معاكم محمود من قرية الشغب تبع مركز اسمها. أنا الأستاذ عزيزة تبع مجلس الشغب هنا، يعني جاء شافت المنظر هنا، مفيش حد برضه بيسأل عليه في المكان ده. لو أي حد برضه من الأهالي هنا ما ينفعش يعيش في المكان ده، يعني أنت شايف حضرتك قدامك شايف المنظر إزاي، يعني في حد يقدر يعيش هنا؟ أنتوا اشتكيتوا في مجلس المدينة متأكد ومجلس القروي؟ أه كلمنا مجلس المدينة وكلمنا برضه محافظ لوكس وكله جه هنا شاف. المحافظ بنفسه؟ بنفسه هنا على الطبيعة برضه، محدش عمل أي حاجة. تجاهل المسؤولين هذا المركز وأهملوا قراه حتى انتشر فيها الإهمال بشتى الطرق، وبالرغم من مناشدة الأهالي وصراخهم إلا أنهم لم يجدوا من يستجيب. شافت المنظر هنا، مفيش حد برضه بيسأل عليه في المكان ده. لو أي حد برضه من الأهالي هنا ما ينفعش يعيش في المكان ده، يعني أنت شايف حضرتك قدامك شايف المنظر إزاي، يعني في حد يقدر يعيش هنا؟ أنتوا اشتكيتوا في مجلس المدينة متأكد ومجلس القروي؟ أه كلمنا مجلس المدينة وكلمنا برضه محافظ لوكس وكله جه هنا شاف. المحافظ بنفسه؟ بنفسه هنا على الطبيعة برضه، محدش عمل أي حاجة. بعد يقول لك دي ممكن من خط المواسير، غيرنا خط المواسير برضه ما فيش فايده، ما عرفناش جاي من فين المية اصلا. البلد كلها بنفس الوضع ده؟ البلد كلها عزبة الامير كلها برضه، عزبة الامير كلها زي والاطفال بطوغة، والاطفال برضه نزل واحد طفل ابن عم هنا كان هيغرق فيها برضه. امتى الكلام ده؟ يعني مدة شهرين ثلاثة برضه، ابن عم كان نزل هنا كان هيغرق كان هيروح فيها برضه. عيل عنده سنتين. الموضوع ده من امتى موجود المايه؟ الموج ده ليه 3 سنين او 4 سنين. 3 سنين او 4 سنين، محدش سأل فيه، محافظة الأقصر كلها محدش سأل. لا وجابوا نظام الديار ده هو عملوا ياسين هنا ياسين في الأرض عشان المايه تروح برضه ما راحتش. برضه ما راحتش، باع الشهر تعدى ياسين كله. قرية غارقة في مياه البرك الميتة منذ أكثر من 3 سنوات، وبالرغم من شكاوى الأهالي للمجلس القروي ومجلس المدينة إلا أنها كانت دون جدوى. وبعد ذلك قامت المعاينة لتوضيح أسباب هذه المياه والتعرف على مصدرها، إلا أنهم باءوا بالفشل. وأصبحت هذه البرك هي مصدر الرعب الأساسي للقرية ولأبنائها، حيث تسببت في هدم العديد من المنازل ما بين مسلم ومسيحي. وصرح مسؤول من مجلس مدينة إسنا: الويل كل الويل لمن يتطرف لهذه المشكلة أو ينشر عنها حرف واحد على صفحات التواصل أو على قنوات اليوتيوب أو على القنوات الفضائية.